مش هيطبقوا لي خالص. برضه سؤال مهم قوي في موضوع الجامعه ومسرح الجامعه. انت انا عارف ان مسرح اي سي كان تمثيله كده قوي طبعا وفي ناس اتخرجت منه كتير يعني نجوم. فقولي لي انت بتمثلي بقى في الجامعه ولا فيش وقت ان انت تروحي؟ انا واخده ماينر فباخد لا كورسز بتبقى فيها حاجات اللي هي في كلاس، لكن اون ستيج طبعا بيتعرض ان انا اخش حاجات. بس انا مشكلتي ما عنديش وقت لان ببقى لازم اروح بروفا بعد الجامعه واقعد لي بالليل، ما انا مش عارف اعمله مع التصوير صح. ومع الاساينمنتس ومع الاتندنس، فمش عارف اعمل فيكم ايه نفسي ولا بس. طيب انت قولي لنا ايه الحاجات اللي جايه؟ انا عارفه ان انت عندك حاجه مع الفنانه غادة عبد الرازق، داخلين تصوير بعد كام يوم. ايه بقى احكي لنا عن المسلسل وازاي تم ترشيحك ليه ودورك ايه؟ يعني بسيط كده مش الدور. انا دوري يعني. صدمه يعني ونهايتي صدمه كبيره. بصي انا اصلا استاذه غادة عبد الرازق دي بالنسبه لي يعني حاجه كده اللي هو ايه ده بجد انا شفتها. انا دخلت اول مره عايزه اقول لها انا بحبها قوي. فانا اللي هو بصلها وهي بصالي، هي طلعت عارفاني وعارفه مشاهدي واتفرجت عليا يعني عارفه كل حاجه. فانا ما بتكلمش، انا كنت مع استاذ هشام المخرج. قالت لي على فكره انت موهوبه. قلت لها بجد؟ قلت لها بجد انا بجد مبسوطه قوي ان انت قلتي. قالت لي انا شفت مشاهدك، شفت لما اتخانقتي مع استاذه وفاء ولما كنتي مع مهران. وقالت لي واحنا في التصوير هنحضر حلو وبتاع. دوري جه، هي شافتني من بيت الشده، استاذ هشام برده شافني والدور جه كده. طب هو هيتعرض في رمضان ولا؟ لا ان شاء الله في شهر واحد، هو اوف سيزون. بحب اقول المسلسلات الاوف سيزون دي وكمان المشاهده فيها بتبقى عاليه جدا لان الناس بتبقى قاعده في البيت عايزه تتسلى، مش بس رمضان اللي هنعيش عليه. لا القصه قويه قوي. ودورك فيه مختلف، انت بتقولي انها لدرجة حاجه مش لايقه يعني مش طبيعتك صح؟ لحد يعني حتى احنا بنحضر يعني مطلوب مني ان انا اغير صوتي اصلا، اتخن ويبقى تخين كده وانا صوتي حتى ستايل لبسي يعني حاجه مش انا اصلا، مش انا مش شبهي اصلا. يعني انت شايفه مين احسن لك؟ انا ما عملتش اي حاجه شبه شخصيتي لحد دلوقتي، يعني حتى وجني ما كانتش شبهي. ده انا نفسي اعمل حاجه فرفوشه وكوميدي وضحك لان انا اصلا كده في الحقيقه. هتيجي مع الوقت. بس انا كل الحاجات اللي جات لي لحد دلوقتي مش انا غيري. لا يعني حتى في حاجه تانية بصورها برضه طالعه واحده يعني مش انا. عايز حاجه انت يعني؟ انا يعني حاجه اطلع فيها بسنت شويه ان انا اصلا حياتي كلها ضحك يعني معظمها ضحك يعني انا ما شاء الله. لا مش ضحك، مواقف يعني مواقف طريفه. فانا اللي هو حاسه ان انا هبقى فرفوق يعني هعرف تعملي حاجه كده ستايل دنيا سمير غانم. الحاجات اللي هي الحلوه اللذيذه حاجه حاجه كده كوميدي شويه بس يعني هتيجي مع الوقت. يعني عايزه تشتغلي مع مين طيب؟ top of out of the top of your mind من اول حد يجي في دماغك كده نفسك؟ دنيا سمير غانم بعشقها من وانا صغيره انا بعشقها. حلو قوي. ده في الفيميلز، في الرجاله مين؟ تامر حسني. بجد تامر حسني ده بالنسبه لي عشق. انا كل ما اشوفه اقول له على فكره انا بموت فيك. قال لي انا عارف الحب باين قوي. نفسك تمثلي مع تامر حسني؟ لو هو وشه حلو على اللي بيمثلوا معايا يعني، دايما اي فنانه صغننه تمثل معاه ما شاء الله بتلمع. بالنسبه لي رول موديل لان هو انسان بيغني وبيمثل وبيخرج وبيألف اللي هو وشفته كتير في لوكيشنز بيعمل ايه خطير. اللي هو انا بقعد قدامه وانت ازاي بتعمل كده؟ الله. بس انت نورتينا. والله بجد جميله. انا مبسوطه. شكرا. والله جميله ورقيقه وعندك حضور ومختلفه يعني. انا حاسه ان انا كمان وانا قاعده بتكلم معاكي مختلفه عن بنات جيلك يعني. كل واحد فيكم كده ليها ستايل، بس انت ستايلك جميل. شكرا. وانت خليكي كده وخليكي نفسك عشان انت كمان في البدايه، فدايما بي يور سيلف وعجبني ثقتك بنفسك. فان شاء الله حبيبتي ربنا يكرمك. وكمان انت علمتي ناس كتير قوي انه ما فيش حاجه توقفك عن حلمك، انت افضل ذاكر وخليك شاطر وفي نفس الوقت نمي موهبتك وحاول واحفر ودور وما تستناش ان انت لسه قدام هتعمل. لا انت عملتي حاجات كتير قوي انت في سن صغير ما شاء الله عليكي، وان شاء الله تعملي حاجات اكتر وتلمعي اكتر واكتر. نورتينا. شكرا. نورتي الدنيا جدا كسرتي حاجه عندي. انا لما كنت ببص كده وبسنت حاتم اقول لك باباها منتج بقى ومش عارف ايه وبتاع، بس يعني انت حاجه مشرفه جدا. شكرا. يا ريت جيلك كله يبقى زيك ويركز ويعمل كذا حاجه. يعني انت بتركزي في دراستك وبتركزي في تمثيلك وشاطره والكلام ده كله، فيا ريت الناس كلها حتى لو ما بتمثلش او بتمثليش يعني اعمل حاجه ليها قيمه، ما تعملش حاجه تافهه يا شيخ يا شيخه.